مدي قلبي كده امال يجي ثلاث اربع ادوار وبعدين الشقه هتعجبوكي قوي. ايه تقولي سرايا؟ تعالي يا قمر تعالي. يا اهلا يا مرحبا اتفضلي بيتك ومطرحك اتفضلي. انتي عاملاه في بيتك ده يا سهر؟ مش عاجبك الشقه؟ يضايقك يعني لو اروح انزل في اوتيل؟ ايوه بنتي مفتوح وتنزلي في اوتيل ازاي يعني؟ ولا يهمك هنقلبوها عليها وبطيها ونخلوها لك زي الفل، هنشيل الضوافر ونخلي البيت زي القشطه، وانا تعالي روحي. عليا النعمه كل واحد من اللي بيغني ده لهمت ولا بيصرخ ده بلع له يجي 10,000 كده اهو. طب خلاص اتفضلي بقى حطي الميوزك اللي انت عايزاها. بتونس بيك حكم انت مونساني وانا. قولي لي بقى ناويه تعملي ايه يا قمر؟ انا اتفقت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريه وافتح مكتب واشتغل. حلو جميل. تفتكري لو فتحت مكتب واشتغلت محاميه يعني انفع ممكن انجح؟ ايوه هو احنا كنا بنتعلمه العالم ده كله ليه؟ عشان تقولي لي انجح ولا ما انجحش؟ تقولي لي يا ترى ويا هل ترى؟ يا اختي انا عايزاكي مره تجمدي قلبك كده وتعملي اللي على مزاجك. ايوه ويوم تلوحين لي على لوحه المغرب المخملي تباشير شال يجر نجوما يجر كروما يجر غلال ساعرف انك ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ يا حبيبتي مش فاهمه ولا حاجه. معقول يا ستي؟ المهم الكلام ده ننفعه ونلحنه ونرقصه عليه؟ انت مفيش حاجه في دماغك خالص غير الغنى والرقص. امال ايه؟ هو الست تنفع خالص من غير ما تعرف ترقص وتغني؟ يا سلام. ما تسواش. تعرفي ترقصي بلدي؟ بلدي لا طبعا يا نهار اسود. طب نعلموك. انت ما تعلمني الحاجات دي خالص. اعملي 8 8 بالانجليزي. ايه بتعملي يا بنت؟ ما اعرفش. فين الرخص بتاعتك؟ مش فاكرين وحسنوها فين؟ ما عنديش رخص يا ام. ام؟ طب انسالي بقى يا اختي. ليه كده ما تتحموش علينا امال؟ تاتا تعبانة شوية مش نازلة يا ام. بقول لك انزلي. مش نازلة. ما تخلينيش استعمل معاك القوة، انزلي يلا، انزلي قومي. ايه ده احنا نشنقوك؟ انا انطر تضربيني بالروسيه وتفتحي دماغي ان ما فرجتك يا بنت المفتريه. عارف لو ما لميتش لسانك هنفتحه لك قرن. خلاص مش هتكلم. مين يا ابني النبطش في المباحث الليله؟ وسام بيه. مين؟ وسام بيه. وسام بيه؟ ايوه. يبقى عليه العوض ومن العوض؟ مش هعرف اخد حقي من بنت الامام في دي. يعني مش ناويين تعترفوا وتقولوا الطبانجه دي راحت فين؟ لف بيها انت مش عارف حاجه عن الطبانجه دي. لف لي راحت فين الطبانجه؟ معقول يا باشا؟ هاخد الطبانجه بتاع الزمن بتاع العم ده ايه؟ انا
الأرض دي ما تخش عليها رحمه. وديتوا الطبنجة فين؟ ايه اللي حضرتك كده يا عنتر؟ المصيبة السودة دي يا باشا، الدهية المهببة دي. ايوه لسه في رجالة حلوة كده يا جدعان. كتم يا بت ابو شنب، خد حنفي وخد العيال دي تقرروهم، عايز اعرف الطبنجة دي راحت فين، والا الدبان الازرق مش هعرف لهم طريق جره. يلا 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 قوم اقف يا بت. حكايتها ايه البت دي يا عنتر؟ دي كانت سايقه العربيه زي وهي سكرانه زي ما انت شايف كده يا سعاده الباشا، وبعدين كسرت الاشاره، رحت معترضه، راحت ضرباني بالبوكس والبنيه والروسيه فتحت لي دماغي يا سعاده. عارف ولا ايه؟ بص 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 اقعد يا بت ولمي نفسك، غطي نفسك وبطلي مرقعه. المعاملة دي معاملة تعملوها للستات الحلوة، ومين اللي زي؟ يا سلام، ده جاية سكرانة وضربة أمين شرطة ومش عاجباك المعاملة؟ وحشة، معاملة وحشة أوي، عشان أنتوا الاتنين بتوالسوا لبعض عشان أنتوا زمايل. تسمك إيه يا بت وبتشتغلي إيه؟ أنا اسمي سهر، سهر الليالي، عليا النعمة نسهروك سهرة، عمرك ما سهرتها. إيه ده؟ مين دي يا عم؟ فين بطاقتك يا بنت وفين رخصتك؟ لا لا احنا ما بنشتغلوش برخصه يا بيه. انا فنانه محترمه جدا. الله يا كل واحده هزت وسطها في كباريه تقول على نفسها فنانه ولا ايه؟ لا نزعلوا كده نزعلوا. انا مطربه كبيره قوي ومطربه استعراضيه واسكندريه كلها بتغنوا غنوتي. شتام بكو. ايوه ايوه تلم يا بت. عليا النعمه انك تجنن وانت مكاشر. يا ريت يا ريت تطلع جدع كده وتفتحوا لنا قصدي تجيبوا لنا قهوه ساده عشان نعرف نفوق كده. يا بت بقول لك اتلمي لحسن، لو رميتك في التخشيبه هياكلوكي تحت، هتلاقي زفت والمحضر ودماغ اللي انفتح. اللي بيقلك عليه يلا. شايف سعادة الباشا؟ شاد هتروح بقى يا عنتر ما تعملكش زيطة. أنا كنت عارف إن ده هيحصل من الأول، مش بعيد تطلعني غلطان وتعمل لي محضر. ماشي. ممكن نكلمه في تليفون الفانوليا بتاعتنا عشان زمانهم متوغوشين علينا حبتين. ممكن. الو سعد، ايه مالك في ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انت فين بس دلوقتي؟ انا في قسم باب شرقي، في ضابط ضرب ثلاثة قدامي مرة واحدة، شكله عايز يضربني. قمر قمر. الله يخرب بيتك يا عنتر، جاي اخر الليل وجايب لنا مصيبه معاك. الو سهر. سهر سهر ملك حبيبتي. قمر قمر ايه اللي بالتخريب ده؟ فوقي عشان افهم فيك ايه بس. سهر سهر هو ايه اللي حصل يا فندم؟ حضرتك مين؟ انا اخت سهر، مريم توفيق ابو العزة المحاميه. ممكن البطاقه لو سمحتي؟ طبعا كريدت كارد يعني. سوري. اتفضل استريح. شكرا. حضرتك بنت الاستاذ توفيق ابو العطا؟ ايوه.
تبقى اختك؟ تبقى اكتر من اختي. ممكن هشوف المحضر؟ انا لسه ما كتبتش المحضر، وعشان خاطرك مش هكتبه خالص. متشكرة قوي قوي، مش عارفة اشكر حضرتك ازاي. بس عندنا مشكلة بسيطة. ايه هي؟ لازم عنتر يتنازل عن حقه. مين عنتر ده؟ ده امين الشرطة اللي سهر بطاحته. افندي بسعادة الباشا. يا عنتر احنا طمعانين في كرم اخلاقك كما عودتنا، وعايزينك تتنازل عن حقك. مش ممكن ابدا يا سعادة الباشا. طيب ان ما كانش عشان خاطر سهر، يبقى عشان خاطر اختها الرقيقة دي. خلاص عشان خاطرك يا باشا. اهو كده يا عنتر، هي دي اخلاق الرجاله ولا بلاش. امسك يا ابني. خد. اللي هيجنني يا فتحي يا اخويا ان البنتين مش راكبين على بعض ابدا. واحده فيهم صايعه، والتانية متربية وبنت ناس واخر شياكة. اما كنت تكلمني يا فالح عشان اجي اشوف البت الصايعة دي. كنت هتاخد لك طريحة من تجرمتها وقلة ادابها. بقول لك ايه؟ انا مضطر استأذن عشان عندي مشوار حساس. طب اقول لك ايه؟ ما تاخدني معاك. لا، انا في المشاوير الحساسة ما باخدش حد معايا ابدا. بالاذن يا حلو. صباح الخير. صباح النور. انا اسف قوي للازعاج، بس انا جبت عربيه صاحبتك بنفسي. احنا متشكرين قوي. اتفضل. لا شكرا. لا ما يصحش. اتفضل اتفضل استريح. اتفضل دقيقه واحده بس هدي اللي سهر خالص. اتفضل استريح. صح صح، مش هتصدقي. عارفه مين بره؟ مين يا اختي اللي بره؟ فارس الاحلام. تقصدي مين؟ الظابط بتاع امبارح، جايب عربيتك وجايب لك المفاتيح. انت بتتكلمي بيه؟ انت هتخرجي له المنظر ده؟ هاي حاجة خالص. سهر جاي لحضرتك حالا، تحبي تشرب ايه؟ يا فندم ملوش لازمة، اتفضلي استريحي. لا مش معقول ما يصحش، لازم تشرب حاجة. طيب ان كان ولا بد بقى يبقى شاي. متعود اعمل كل حاجه بنفسي عشان عايش لوحدي. ممكن اساعدك؟ لا متشكره خالص. لا ازاي بقى، فين الشاي والسكر؟ اهو متشكره. ميرسي قوي. اتفضل. انا هجيبه لحضرتك. اتفضل. تعرفي انها صدفة جميلة فعلا، والد حضرتك كان بيدرس لي جنائي في كلية الشرطة. هو في ناس كتير زي حضرتك بيفكروه بابا، بس هو ابن عمه واسمهم زي بعض. انا بابايا بيشتغل محامي بس، ملوش في التدريس. اتفضلي الشاي. متشكرة قوي، ميرسي. اتفضل حضرتك. طب وانت ليه ما بتشتغليش معاه؟ يعني بحاول اعتمد على نفسي. عايشة هنا في اسكندرية؟ انا ناوي اقعد شوية، بفكر اشتغل هنا بس لسه بدور على مكتب. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهدى، احنا دارنا النبي. اهلا يا باشا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ست سمر؟ لا سهر، اسمي سهر الليالي. ما بتحبوش السهر بقى ولا ايه؟ ازاي، انا شغلي كله سهر. وانا كمان بصره. الحقيقه انا كنت جاي اطمن عليكي واجيب لك عربيتك. الهي ما تحرم منك ابدا يا رب. الليله دي انت معزوم عندنا في الكباريه. لا اسمحي لي بقى، لحد كده ما اقدرش. ليه؟ مش قد المقام بقى ولا ايه؟ لا لا ما اقصدش. طب امال ايه؟ طب على العموم كلنا رايحين، مريم جايه معانا؟ طبعا. مش كده يا مريم ولا ايه؟ طبعا. وماله؟ ابختشي بقى. لا اسعن ما اقولك، في المعمورة رسم لي الصورة وعامل نفسه لاعب كورة، كيف الشطبي وقالوا لي حاسبي. لا 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 استنى يا صاحبي، لبس لا تمام
تمام قوي، بس انا ما فهمتش ولا حاجه من اللي هي قالته. ما تنساش يا استاذ كمال انها بتغني في كباريه درجه ثالثه، يعني انت احكم على المضمون. ايوه يا اخي احكم على المضمون. ايوه طبعا احكم على المضمون. فين بقى المضمون؟ صوتها وحضورها مع الناس، صدقني هي كل اللي محتاجاه فرصه. انا مع الانسه في الكلام اللي بتقوله. طبعا اكيد سهر دي فنانه كبيره بس محتاجه للي يكتشفها. حضرتك طبعا عارف مستوى اللي بيغنوا دلوقتي ايه. معاكي حق فعلا يا انسه مريم، الواحد ما بقاش لاقي حاجه يسمعها اليومين دول. انت بقى كمال تشد حيلك وعشان خاطر الانسه سهر تكتب كلمتين حلوين. يا ريت كمان تنزل لها صوره. صوره بقى وتكمل جميله. طبعا هو في ريبورتاج من غير صوره؟ هي بقى عندها صوره حشمه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين. عجبكوا الشغل؟ اتفضلي يا فنانه عظيمه. ده الاستاذ كمال عجبه صوتك قوي، كان قاعد طول الغنوه هيتجنن وصمم انه يكتب في الجرنان بتاعه وينشر لك صوره بالالوان. لا الوان لا، احنا ما اتفقناش على الالوان. يا اختي الهي مع دمك. الله اني ما تتصوروش فرحتي بيكوا النهارده قد ايه. براهيم يا برا تعالى. نعم يا ستي. هات ازازه ويسكي من ابو جد. ها مش منقوع البراطيش. وعلى حساب مين يا ستي صار؟ على حساب البقف اللي قاعد تحت ده، فاهم؟ وقول له بكره هنوقوه. شفتي حسام كان هيتهبل عليا، ما شالش عينه من عينيا طول الليل. فعلا باين عليه معجب بيكي قوي، حتى هو اللي كلم صاحبه الصحفي ده عشان يكتب عنه. طب ايه رايك بقى ان اني حسيت ان احنا دخلنا قلب، وانا كمان بنحبوه. تعرفي قال لي ايه؟ قال لي انه هجيب لك شقه عشان تعمليها مكتب، وكل ده عشان خاطري. تصبحي على خير وانت من اهله يا قمر يا ورد. تصبحي على فل. الله اللهم صل على النبي. حلوه قوي دي يا حسام، احلى من الاولانيه. ها ايه رايك يا مريم؟ مش عارف، متهيالي الاولانيه احسن واعرف افرش على مزاجي يعني. هو انت كده عمرك ما بترسي على بره قبل. طب خلاص كويس. لا 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 لا، لو مش عاجباكي انا عندي واحده كمان. احنا هنلف طول العمر. حلوه قوي دي، بقى لنا اسبوع بنلف. اسمعي انا مش عاوزك تاخدي حاجه مش عاجباكي. قلتي ايه يا مريم؟ اللي تشوفه انت يا حسام. انا مش عارفه من غيرك كان ممكن اعمل ايه. يا اخي تعالي اقعدي على المكتب، عايزين نشوفه اذا كنت لايقه عليه ولا لا. يا ريت هو اللي يليق عليها. اللي يشوفها كده يصدق انها محاميه بحق وحقيقي. دي زي ما تكون اتخلقت عشان تكون محاميه. الاهم من ده كله ان الزباين يعرفوا طريق مكتبي. تفتكروا في حد ممكن يجيلي انا؟ انتوا مش جعانين ولا ايه؟ اني مصاريني بتتلو من الجوع. احلى حاجه بتعجبني فيك يا سهر لهجتك الاسكندراني. يا اختي بس لهجتي مفيش حاجه تانية بتعجبوك. طب ايه رايكم بقى في غدوه معتبر على حسابي؟ لا الغدوه دي على حسابي انا. ليه هو انا طيشه ولا ايه؟ لا يا حسام بس جمايلك كترت قوي. لا ده ملوش دعوه بالغدا. معقوله ابقى ماشي مع بنتين حلوين زي القمر واسيب واحده فيهم تدفع الحساب؟ ايوه يا جدعان عليا النعمه كلامه مية مية مظبوط. عايزه الناس تقول عليه ايه؟ ناطح. الله منظر الاكل يفتح النفس. ابقي قابليني لو عرفتي تنامي بالليل. الاكل مش عجبك ولا ايه؟ لا ازاي، الاكل حلو قوي بس المهم اللمه الصراحه. المهم الاخلاق. بطلي تحفي في البيض، كلي فول. ايوه ما انا طفحه. مش دي صورتك يا هانم؟ صورتي بتعملي صورتي؟ شوفوا اتفرجوا. حلو قوي. حلو قوي يا سهر. هات كل الاعداد اللي معاك. يا بيه والله. طب خد. مش خساره فيك. اشكر كتر خيرك. انا فرحانه قوي مش عارفه اقول لك ايه. انا ماليش دعوه، صحفي معجب بيكي وكتب عنك. يا سلام، انا عارفه كل حاجه، انت اللي خليته يكتب. دي مريم هي اللي خليته يكتب. انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وعموما انت تستحقي اكتر من كده بكتير يا سهر. مساء الخير يا سهر. مساء الفل. بركيلي 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 بركيلي. مبروك يا حبيبتي. بس على ايه؟ هنشتغل في اكبر لوكاندا في اسكندريه. هتشتغلي ايه؟ هنسيقه يعني الارض ونكنسه وهنغنوا يا ماما. مدير اللوكاندا كلمني وقال لي بكره تيجي تمضي الكونترات. الف مبروك يا حبيبتي. الجميل معكر ليه؟ وشه مش رايق. زهقت قوي يا سهر، بقالي شهرين قاعده بكلم الحيطان مفيش ولا زبون واحد يكلف خاطره يجي حتى.
حتى يقول لي انت مين. ولا يهمك يا اختي، انا بكره اقتلك قتيل ونقولك ونقولك انت مين. اطمن، احنا موقفنا قوي جدا، مش بعيد ناخد حكم اخر الجلسه. يا رب. هو نفسك معانا يا استاذ حسين؟ يا صباح الخير يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ صباح النور. معقول برضو سبت شغلك وجيت؟ وانا اقدر ما اجيش في يوم زي ده؟ المهم انت جاهزه؟ الحمد لله، سهرت طول الليل، عملت حته مرافعه هتعجبك قوي. برافو عليك. صباح الخير يا حسام باشا. يا اهلا 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 اهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا، عز المعرفه. يلا لحسن نتاخر عن الجلسه. 54 المدعي ابراهيم علي الاسكندراني، مدعي عليه عبد المنعم محمود المجاوري. مريم توفيق ابو العطا المحاميه، حاضره عن المدعي ابراهيم الاسكندراني بالتوكيل الرسمي. محمد عبد العزيز الغندور، حاضر عن المدعي عليه عبد المنعم محمود المغاوري. طلباتك يا استاذه. سياده الرئيس، حضرات المستشارين، سيادة الرئيس، أنا بطلب التأجيل. مدام بتدرسي القضية كويس وتعرفي كل ملابساتها، يبقى تقدري تقفي قدام المحكمة وانت واثقة من نفسك. أنا جبتلك معايا حاجة كويسة أوي، دول كتابين هيساعدوكي في دراسة القضية بتاعتك. اللي بتعمله معايا ده كتير قوي يا حسام، مش عارفة هردلك جمالك دي كلها ازاي. احنا مفيش بينا وبين بعض جمال، المهم توعديني انك هتترفعي ومش هتأجلي القضية. اطمن، ما تتصورش كلامك ده رفع من روحي المعنوية قد ايه. انا مش عاوزك تخافي ابدا، حتى لو فشلتي كلنا بنفشل وبعد كده بنتعلم. انا اصلي كنت خايفة اخسر الزبائن. يا ستي ولا يهمك، انا اجيب لك مليون زبون، انا مش عاوزك تشيلي هم الموضوع ده ابدا، المهم عندي انك تنجحي. حسام، ممكن اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه؟ انت عارفاني صريح. انت اللي جبت لي الزباين اللي قابلوك في المحكمه النهارده صح؟ لا طبعا، كل ما في الامر ان انا طلعت اعرفهم صدفه. المرة دي بالذات أنا مش مصدقة، دي أكيد سهر. مريم، أنت صاحية؟ عايزة حاجة يا سهر؟ عايزة أسألك على حاجة، يعني ايه اللي يخلي راجل زي حسام كده يهتم بالقوي كده بواحدة ست؟ قصدك ايه؟ يعني بصراحة اللي عمله معايا، كل يوم اسأل نفسي يا ترى بيعمل معايا كده ليه؟ فضل ورايا لحد لما خلاني اغني في اكبر لوكاندا في اسكندرية. يعني هو حسام انسان كويس وخدوم جدع يعني. تفتكر يعني يحبني؟ المهم انتي مشاعرك ايه من ناحيته؟ ايوه على مشاعري. انا اول ما شفته عصفورة قلبي رفرفت، حبيت اسكندرية والدنيا حلوت في عيني. تفتكري هو بيحبني ربع الحب اللي انا بحبه له؟ انت اصلك مش عارفه قيمه نفسك، ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي واحده زيي. بتقولي لي الكلام ده بس عشان انت صاحبتي وبتحبيني. صدقيني يا سهر، انت اطيب قلب في الدنيا، انا عمري ما قابلت واحده في شهامتك. يا اختي الهي ما يحرمني منك. حسام مش ممكن هيلاقي واحده احلى منك. عارفه يا مريم نفسي في ايه؟ نفسي احنا الاثنين نتجوزوا ونعيشوا مع بعض. ساعة
فايت الوزن مش عاجبهم، هيحاولوا يوقعوا بينا وفرقونا عن بعض. بشر عليا نعمة نقطعوهم ونرموهم في البحر. صباح الخير يا مريم. صباح النور. صحي بدري كده ليه؟ مش جاي لي نوم وزعل، لسه نايمه، قلت اجي اقعد على البحر شويه. تحبي البحر؟ بحبه قوي، بس بخاف منه من ساعه ما كنت هغرق. لما بقعد قدامه بسرح بخيالي، بتكلم معاه في الحاجات اللي ما اقدرش اقولها لحد. طب وليه ما بتحكيش على اللي جواكي لحد انت بتحبيه وتثقي فيه؟ ممكن اللي جوايا يجرح ناس، ما احبش اجرحه ولا اجرح مشاعره. احكي لسهر صاحبتك وبتحبك. سهر طبعا صاحبتي وبحبها قوي، بس هي مش فاضيه، دايما مشغوله، وانا ما بحبش اشغل حد بمشاكلي. انا يا ستي فاضي، وليك انت بالذات لو مش فاضي افضي نفسي. طب عن اذنك انا همشي، سهر زمانها صحيت، هروح اشوفها. طب قولي لسهر اني عايز اقابلها النهارده، ولا اقول لك انا هكلمها في التليفون. ماري انا بحبني يا اختي ولا بحبني، مش مصدقه روحي. ليه يا سهر؟ انت تستاهلي واحد احسن من حسام كمان. تعرفي لما قال لي ان هو عايز يقابلني قلبي ده كان هيفط من صدري. فاكره شادي لما كانت بتسرق في الافلام كل ما تشوف خطيبها ولا حبيبها انا كنت هسرق زيها. ربنا يسعدك. فكري حياتك متجوزني؟ طبعا اكيد يا سهر. شفت امبارح بقى كنت بقول لك ايه؟ احساس اختك عمره ما يخيب ابدا. هبقى حرم المقدم حسام عنبر، مدام عنبر. انت تستاهلي كل خير يا سهر. عارفه يا سهر انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ عارفه والنبي عارفه. عارفه ايه؟ يعني انت عايز تقول كلام واحنا نحب نسمعه منك. ما تتصوريش انا سعيد قد ايه من يوم ما عرفتك انت ومريم. مليتوا عليا حياتي وعوضتوني عن اهلي اللي فقدتهم لدرجه اني خلاص ما بقتش قادره استغنى عنكم. ولا احنا كمان نقدر نستغنى عنك يا سي حسين. انا بحسدكوا على حبكم لبعض. انا ماليش في الدنيا غير مريم، هي كل حاجه في حياتي، طيبه وحلوه وبعدين بنت ناس ومتربيه، بس هي فيها عيب واحد، يعني ما تعرفش كده، يعني متردده. علشان كده انا جبتك هنا. سهر انا بحب مريم وعاوز اتجوزها، ومفيش حد غيرك هيقدر يعرف لي حقيقه مشاعرها. بصراحه انا خايف اواجهها لحسن اخسرها كصديقه. اختي وحبيبتي سهر، انا رجعت لبابا وعمتي. عارفه ليه؟ لان انا كمان فكرت وقلت اتجوز. اشمعنى انت؟ الف مبروك ليك انت وحسام، ويا ريت تتجوزوا بسرعه عشان احضر فرحكم قبل ما اسافر مع جوزي لكندا. انا مستنيه منك تليفون تقولي لي على الميعاد. سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. مش قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي؟ سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي.
انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي. سعيد. مريم موجودة؟ موجودة برضه، اتفضلي يا امسي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشيني وحشيني قوي قوي. وانت كمان ازيك انت؟ الحمد لله. قولي لي، حددتوا ميعاد الفرح امتى؟ فرح ايه؟ فرحك انت وحسين. لا احنا مش هنتجوز. ليه؟ هو حصل حاجه؟ حسين ما بيحبنيش، بيحبك انت وعايز يتجوزك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهر؟ انت بتهزري؟ وحتى هزارك ده ما ينفعش، لاني خلاص هتجوز. عليا نعمة ان انا بتكلم بجد. حسام طلب يقابلني عشان يتاكد مني اذا كنت بتحبيه وموافقه تتجوزيه ولا لا، ايه رايك؟ لا طبعا، انا ما بحبوش ولا عايزه اتجوزه. مين اللي قال كده؟ عينيكي يا اختي اللي قالت كده. ايه هتخبي عليا؟ بطلي تكبري بقى. بس انا خلاص هتجوز يا سهر. انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان تضحي عشاني؟ خلاص ما منوش فايده، لا بيحبني ولا عايز يتجوز. بعدين سكن عليا يا اختي، انا كل يوم الاقي لي راجل، هي شغلانه ولا شغلانه؟ وبعدين الدور الباقي عليك انت، انت اللي مش هتعرفي تحبي غيره. انا اديت كلمه لبابا ومش هتراجع تاني. بقول لك ايه، بتعملي ده كله ليه؟ حسام كده ولا كده هيتجوز، يبقى انت اولى. وبعدين والله ما هزعل، انا لا يمكن اسامح نفسي لو اتجوزت حسام وانا عارفه انك بتحبيه. To say goodbye, just let me know you didn't go. Before I don't know why. To say goodbye, just let me know you didn't go. مبروك يا مريم، عملتي كده ليه؟ دي كانت رغبة بابا وانا ما قدرتش ازعله. ميرسي قوي اني جيت النهارده، ما تصورش فرحانة بوجودك قد ايه. انا جيت النهارده مخصوص عشان اقولك على حاجة عمري ما عرفت اقولها لك، ولا انت اديتيني الفرصة اقولها. ارجوك بلاش تقول النهارده بالذات، بلاش. دي حاجة انا عارفاها ومتأكدة منها، وانا كمان حاسه بيها من اول يوم شفتك فيه. بس مش كل حاجه الواحد يعوزها بيقدر ياخدها. مهما الايام فرقت بينا، عاوزك تعرفي ان منزلتك عندي هتفضل هي هي، وحبك هيفضل هو هو. عمري ما هنساكي. عن تفتكر هقدر على فراق مريم؟ هقدر اعيش من غيرها؟ تعرف يا سهر، انا وانت ومريم مفيش حد فينا سعيد. تفتكري ايه السبب؟ عشان احنا الثلاثه بنحب بعض. لو في حد فينا بيكره التاني ما كانش بقى في مشكله.
جايز اللي بتقوليه ده صح. اسأل نفسك انت متضايق كده ليه؟ وانا مش مبسوطة ليه؟ وهي بتتجوز غصب عنها ليه؟ اكيد صح. انت مش بتحبها؟ ساعه استنى معايا. انا اسف، ما كانش مفروض نغلط. طب سيبني بقى لوحدي، انا مش طايقه نفسي ولا طايقاك. سيبني. المنطقة هنا هتعجبك أوي، أنا عارف إنك بتحبي الهدوء. بكره كمان لما التلج يدوب هتحبي المكان اكتر وهتلاقي الخضره حواليكي. تعرف يا وجدي، انا عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اهاجر برا مصر. انا هخليكي تعيشي هنا اجمل ايام حياتك، وبكره هنبقى من اغنى الناس في كندا. وهنا بقى لا في تحديد نسل ولا ازمه سكان، يعني خدي راحتك خالص وتخلي في لي 20 عيل. يعني انت اللي عارف تشتغل وانت مدهول زي لا انا مش انا، انا لا حاسه اني عايشه ولا ميته. يا ريت نموت واحسن. عشان خاطر ينزل الشغل، الواحد منا ملوش غير شغله. صدقيني حب الناس ليكي هينسيكي كل مشاكلك. انا كويس. لا مفيش داعي نشوف بعض اليومين دول، عشان كل واحد فينا يعرف يتعود يعيش من غير التاني. Wagdi, écoute-moi bien. Tu peux toujours travailler ici.
faire du très bon travail, mais tu seras toujours considéré comme un citoyen de deuxième catégorie. Tu arriveras à un certain niveau, mais ils te diront arrête à ce point. Vous aimez le Canada? Sorry, I don't speak French. Moi aussi, je ne parle pas l'anglais. Quand même, je suis confiant que je pourrai accomplir toutes mes ambitions. Avec un peu de patience, de la persévérance et un peu de chance, je pense que je peux tout faire dans ce pays. ايه رايك في الرحله دي؟ انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في التلج ده؟ ده انا هموت من البرد. لازم تتعودي يا حبيبتي على كل حاجه هنا. انا حاسه ان الحياه هنا صعبه قوي، مش هقدر اتعود عليها. الدنيا برد ومش عارفه اتفاهم مع حد، بيتكلموا لغه انا معرفهاش. اللغه دي ابسط حاجه، بكره لما تسمعيها على طول هتتكلميها، وبعدين ممكن تاخدي كورسات فرنساوي. تفتكر يا وجدي ممكن يبقى لي اصحاب هنا؟ وانا رحت فين يا حبيبتي؟ انا ممكن اكون جوزك وصاحبك. بس انت مشغول طول النهار، ولما بترجع بالليل بتبقى تعبان. بس في الويكند نقدر نعمل فيه كل اللي احنا عاوزينه. هنا الشغل شغل والاجازه اجازه. برافو عتاف. هاي وجدي، كومون فاتو؟ يا ميرسي. Je te présente ma femme. Enchanté madame. Au revoir وجدي. Au revoir. عاطف ده لبناني وهاجر من 10 سنين وبقى من اكبر رجال الاعمال هنا. يعني ما كانش يقدر يعمل كل ده في بلده، وانت ما كنتش تقدر تعمل كل ده في مصر؟ الفرص هنا اكبر، بدل ما اكون مليونير في مصر ممكن ابقى ملياردير هنا. بصراحه انا نفسي ارجع مصر، انا خلاص مش قادر، كرهت منظر التلج. مصر دي خلاص انسيها، حقيقي دي بلدنا لكن مستقبلنا هنا. بس أنا حياتي كلها في مصر، ما أقدرش أبعد عنها. We'll be right back.
انا عايز اسالك سؤال، انت مفيش عندك اي مشاعر بالنسبه لسهر؟ احيانا احس اني عايز اشوفها لكن بمنع نفسي. انت عارف بقى ايه اللي منعك؟ الوهم اللي انت عايش فيه. ماريان، انا متاكد لو كانت سهر هي اللي اتجوزت دلوقتي وكنت هتحس ان هي اللي ضاعت منك، كانت مشاعرك بالنسبه لمريم هتبقى هي نفس مشاعرك بالنسبه لسهر دلوقتي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. الفنانه سهر موجوده؟ نقول لها مين حضرتك؟ قول لها المقدم حسام عمر. اتفضل. اهلا يا سهر. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا هشام؟ اهو يا سهر. الله يخليك. اهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. مبروك البيت الجديد. كتير ربنا يخليك. احلى من بيت الانفوشي بكتير. ومبروك الحفله صحيح. انت ما كنتش في الحفله ولا ايه؟ لا ابدا، كان عندي نبطشيه، وبعدين انت ما عزمتنيش. فعلا راحت عن بالي، لكن وعد المره الجايه هتكون اول المعزه. الو. اهلا يا سهر، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني وحشاني قوي يا حبيبتي. انا شفت حفلتك في الديش من يومين، كنت اتجنني، كان نفسي انط في التلفزيون وابوسك. ابعتيلي الشريط الجديد بتاعك، وحشاني قوي. وحشتني كل حاجه في مصر. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. على فكره البلد هنا جميله قوي، بس الناس دمهم تقيل، ما يعرفوش بعض الا عشان المصلحه. وحشتني قعدتنا جنب بعض على السرير. نفسي يا سهر، نفسي اقعد معاكي نضحك ونرغي زي زمان. على فكره ليكي عندي مفاجاه ما حصلتش. في واحد عندي عايز يكلمك ويسمع صوتك. مالي؟ الو حسام، ازيك يا مريم؟ طمنيني عليك، وحشتيني، وحشتيني قوي. انا كل اللي يهمني سعادتك. انت معايا؟ ها؟ ايوه. بص لي سهر، وانا هبقى اكلمكوا تاني. مع السلامه. معلش يا ولدي، أنا أصلي تعبانة قوي، عندي صداع. أنا حضايع لك الصداع. معلش يا حبيبي، سوري. تصبح على خير. مساء الخير. مساء النور. المقدم حسام. اهلا وسهلا. عمر بيه. اتفضل. لا شكرا، عشان ما ضايقكوش بس. لا ازاي، ده اللي لاجي عيد ميلادي وعمر بيه صمم ان هو يحتفل بيه معايا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا طيب. بيه. شيرز. شيرز وبلوفر يا حبيبي. صحتي يا مراد. كل سنة وانت طيبة. الله، ده حلو قوي. لا ذوقك حلو قوي، عندك ذوق. ايه، مش ناوي ترقصني بقى ولا ايه؟
يلا يلا. لوحدك؟ ها اطمنت؟ متأسف. أنا حياتي بقت تعيسة، مش قادر أعيش لوحدي، وانت كمان ستين. انت عارف ليه انا سبتك؟ وانت بالنسبة لي ايه؟ انا اكتشفت ان انا بحبك، وغيرتي عليك لما شفتك مع راجل تاني كمان اكدت لي الحكاية دي. انت عايزني اعمل لك ايه؟ صداقتي بيك دلوقتي ما اقدرش احميها ولا منك ولا حتى من نفسي. حسام من فضلك خلي علاقتنا نظيفة وخلي اللي بينا نظيف. تعرفي يا مريم، بقالي 8 اشهر بحاول اخد الصفقه دي وطارت مني في اخر لحظه. لو كانت من نصيبي كانت حياتنا كلها اتغيرت، لكن للاسف اخدتها مني واحد كندي. بس برضه مش حافز وهحقق اللي انا عاوزه. تفتكر يا وجدي هتقدر تحقق كل ده لوحدك؟ يعني ايه؟ لازم يكون في حد جنبك. الله، امال انت رحتي فين يا حبيبتي؟ هما مش بيقولوا ان وراء كل عظيم امرأة عظيمة؟ طب لو كنت اتجوزت واحدة كندية مش كانت هتساعدك وهتقف وراك اكتر مني؟ يعني كان ممكن يفتح لنا ابواب كتيرة. جالك كلامي؟ يعني مش انا الست العظيمة اللي تقدر تقف جنبك؟ بس انا عمري ما كنت انتهازي، وكل حاجة بعملها لازم اكون مقتنع بيها، ولما اتجوزتك كنت مقتنع بيكي. على فكرة أنت عمرك ما سألتني عن حياتي قبل ما أتجوزك. حياتك قبل الجواز دي ملك ليكي لوحدك، ما دام أنت ما حاولتيش تحكي لي عنها، يبقى عمري ما هسألك. بس أنا دلوقتي عايزة أقول لك، وجدي، أنا قبل ما أتجوزك كنت بحب واحد تاني وما كنتش قادرة اتصور حياتي من غيره. اعرفه؟ انت شفته مرة واحدة بس يوم فرحنا. وهو بيحبك؟ ايوه. حاجة غريبة انك تحبي واحد وهو يحبك وكمان يجي يوم فرحك. كل ده وانا معرفش؟ انا فوجئت بيه. طب وليه ما اتجوزتوش ما دام بتحبوا بعض؟ الظروف كانت اقوى مني. وانتي
لسه بتحبيه؟ أمال أنا ليه بعترف لك؟ أنا حاسة إن مجرد التفكير فيه وأنا مراتك يبقى خيانة، وأنت ما تستحقش مني كده. مطلوب مني إيه؟ أنا قلت لك على كل حاجة، وأنت لازم تفهم دلوقتي أنا عايزة إيه. تطلقي. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلوه قوي. اتعرفت لو ما كنتيش جيتي انا اللي كنت سافرت لك. مش مصدقه عينيا. وحشتيني قوي. امال فين جوزك؟ انا رجعت لوحدي. ازاي يعني يسيبك تسافري لوحدك؟ خلاص مش راجعه له تاني. يعني اول مره اخد قرار انا مقتنعه بيه. اتطلقت. يا خبر اسود. ليه؟ ما قدرتش استحمل اكتر من كده. كنت عايشه حياه كلها كده، بعدين لقيت نفسي مش قادره استمر، مش قادرة أبعد عن حسين. تقصدي إيه؟ مش هي دي كانت نصيحتك ليا؟ أنا فعلا بحب حسام، والغلطة الوحيدة في حياتي إني رحت اتجوزت واحد غيره. وبعدين؟ هتجوز حسام. مريم. الحمد لله على السلامة. إيه ده؟ حسام؟ أنت ما اديتنيش فرصة أقول لك حاجة. تقولي ايه يا صابر؟ اتجوزنا. اتجوزته؟ ما كنت عامل بتحبيني انا ليه؟ كنت عايز تتجوزني ليه؟ انت تسكت خالص. ايه؟ هتدافع عن نفسك تقول ايه؟ انت ما عملتش حاجه غلط. هو كان بيحبني ولا بيحبك انت؟ عايزاه يقعد طول عمره من غير ما يتجوز؟ انت اللي رفضتي تتجوزيه، حصل ولا ما حصلش؟ هي رجاله خلصت؟ الدنيا ضاقت خلاص، ما بقاش فيها غير حسام. انت قدامك طابور من العشاق والمعجبين، لو شاورتي بصبعك لاي واحد فيهم يجيلك ويقطع تحت رجليكي. ما لقيتيش غير الراجل الوحيد. الراجل الوحيد اللي انا بحبه. وانت عارفه انا سبته ليه؟ عشانك. عشان ما كنتش عايزه اخسرك، عشان صداقتك عندي كانت اهم من اي حاجه في الدنيا. انت يا سهر، انت دون عن كل الناس، انت بالذات اللي تتجوزي. مش قادره اصدق، مش قادره اتصور، مش قادره. بتعايريني عشان ضحيتي عشاني؟ انا كمان ضحيت عشاني. متتصوريش قد ايه انا قاومت. اتعذبت، اتحرمت، ربطت قلبي، خنقت احساسي، كل ده عشان خاطرك. جريت على مصر عشان ابوس رجليكي تتجوزيه. فاكره ولا ناسيه؟ خصم من حقي انا،
وهيفضل من حقي مهما كانت النتائج. انا سبت الدنيا كلها علشانه. لا يا ده العادي، انا ساكته لك عشان انت صاحبتي وفي بيتي، لكن اللي انت عايزه تاخديه مني ده يبقى جوزي، جوزي على سنه الله ورسول. مش قادره اتصور ازاي حسام ممكن يبص لواحده سوقيه زيك خاينه. لا يا روح ماما، مش انا اللي خاينه، ده انت اللي خايبه. انت طول عمرك عليكي على حاجتي، وطول عمرك بتحقدي عليا. انا بحقد عليكي؟ لا بقى، ده انت اللي انانيه، عايزه تكوشي على كل حاجه. اتجوزتي احسن جوازه وعينيكي على راجل تاني، عايزه تكوشي على كل الرجاله بالسهواكه بتاعتك دي. بقول لك ايه، ما بقتش اكل من الكلام ده، لا انا ولا هو. مش بقول لك سقيه، رايح فين؟ رايح في 60 داهيه. عاجبك كده؟ اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ جايه من اخر الدنيا عشان تفوري دمنا؟ انت اي حد يعرفك لازم يفور دمه. قول علمك بقى، انا من اللحظه دي مش هتنزل عن حقي تاني ابدا. مفيش اكتر من النسوان في البلد. بس تقول ايه بقى يا باشا؟ تقول ايه؟ القلب وما يريد يا باشا. طب خده وديه في الحجز لغايه لما احتاجه. يلا. ازيك يا مريم؟ معلش ما عرفتش ارحب بيكي كويس. اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ انا عايز اسالك سؤال واحد وتجاوبني عليه بصراحه. انت لسه بتحبني؟ يعني عندك استعداد تتجوزني؟ ما انت عارفة انا متجوز سهر. انا ماليش دعوة بسهر، انا بسألك عندك استعداد تتجوزني؟ دلوقتي يا سهر. مش متنيله في الرواحه، افتح الباب ده عشان افتح نافوخك. بقول لك رواحي. مش مروحه، افتح. وكمان قاعدين لي في الضلمه يا اختي، ايه اللي جابك هنا؟ انا شغل نافق بقى يا حبيبتي. بقى دي عمال ولاد الاصول؟ ده انت ما حصلتيش ولاد الشوارع. عيب يا سهر، ما تغلطيش في صاحبتك. صاحبتي؟ شلها يا صاحبتي، انت وصاحبتي قاعدين في الضلمه وتقولي صاحبتي. هدي اعصابك، مش تعرفي الاول الحقيقه؟ ما الحقيقه يا اختي واضحه زي الشمس. جايب لها الخمره بتاعتي كمان. وريني يا اختي لابسه ايه، لا تكوني لابسه هدومي، ورثاني بالحقيقه. بلاش شغل حواري وبطلي قله ادب. قله ادب؟ بقى انا اللي بقوله قله ادب، واللي بتعمله جوه مش قله ادب. احب اقدم لك حسام جوزي. يا نهار ابوكوا اسود، عملتها يا ابن الكلب. تتجوز عليا يا دود؟ دي متوحشه، حقينك متشرده. طلعها يا حسام، طلعها دلوقتي حالا.
يطلق مني انت العادي. لا يا حبيبتي، انا ما طلبتش الطلاق وقاعد على قلبكم لطالون، وخساره في كتتكم دي اوعى من وشي. الهي ما تقوم لك قومه الليله دي، يا رب تبقى ليله سودا على دماغتكم. كم البلد صح صح. ما تزعليش، انا هعوضك عن الليله دي. برضو بحبك. أعوذ بالله. بس انت عجبتيني قوي. ايوه كده، اوعي تباني ضعيفه قدامها ابدا. تديكي كلمه تديها عشره. كلب انت والعقربة مريم. كانت امي ما انا سايباه كل ليلتي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصالون ده هنا؟ صالون ايه؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ وايه ازازة الخمرة دي؟ ايه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا ازاي؟ من بابها يا حبيبي. نسيت اني مراتك ولا ايه؟ من حقي اعيش معاك في الشقه دي. تعيشي؟ تعيشي فين؟ الشقه ما فيهاش غير اوضه نوم واحده. اطمن يا عصفوره قلبي، اشتريت اوضه نوم جديده وفرشتها بدل الصالون. لا انا لا يمكن اعيش معاها في شقه واحده. مش الكلام ده بقى قدام عشان ما تبقيش ضعيفه. خلاص احنا داخلين ننام. تصبح على خير. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه اللي انا عاملاه ده كله؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مولع لك شمعه، مش عاجبك الشمعه ولا ايه؟ انا خلاص اتعشيت، ما اقدرش اتعشى مرتين. اسمع على خير. لا يا روحي، هتتعشى وهتاكل وهتقعد وهتدفع الازازه دي. لا بقى، عيب كده، عيب. انا عروسه ولسه في شهر العسل، وحسين من حقي انا لوحدي لمده شهر. ايوه احنا عروسه عرايس، وانا من حقها وهي من حقي، قصدي من حقنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، انا يا قاتل يا مقتول الليله دي، لو ما اترزعتش هنا وطفحت الطفح ده وشربت الازازه دي ودخلت اتخمدت جوه معايا هصور قتيل. انا بنت 60 كلب شرانيه، ما فرش في حقي ابدا، فاهم؟ وانا كمان مش هفر. طيب طيب، انا عندي حل. ايه هو؟ بلاش انت الليله دي يا سهر، وانا هعوضك بليله زياده. الليله وانا كمان الليله. ايه يا جماعه، ده انتوا اصحاب، فين الصداقه؟ هي اللي ابتدت. لا انت اللي ابتديتي. لا انت اللي ابتديتي. لا يا سهر. طيب انت اللي ابتديتي. طيب طيب طيب، انا عندي حل. نبتدي من اول وجديد، كل واحده فيكم ليله. انا ما تكفينيش ليله، انا عايزه اليوم من اوله. يعني ايه ان شاء الله بلاش اشتغل؟ يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصبح. انا موافق. نبتدي بمين؟ انا. لا انا. لا انا بقى. لا انا. انا يا سهر. انا الاول. بس بقى خلاص. نعمل قرعه. Thank you.
محدش يقرب مني. انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز، انام في الصاله، انام في المطبخ، انا حر، وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني، مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا، انا هنام. لما اصحى الاقيكم محضرين للاكل. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ يلا قدامي. مش فاضي، ورايا شغل. ايوه ورايا شغل، مش فاضي. نعم الباشا وصل يا سعاده الباشا مدير الامن. مدير امن اللوكاندا؟ لوكاندا ايه يا سعاده الباشا؟ بقول لك الباشا مدير الامن وصل وناوي يعمل تفتيش. تمام يا فندم. هو ايه اللي تمام؟ انت ايه اللي جرالك يا شيخ حسام؟ كل ما اسال عليك يقولوا لي ده من اجازه. اجازه جواز يا فندم. بالذمه ده وقته؟ انت مش داري ايه اللي بيحصل في البلد؟ ولا مستني لما تفرقع كلها؟ انت ضابط مباحث، عارف يعني ايه ضابط مباحث؟ عارف يا فندم. لا ما انتش عارف. لو كنت عارف ما كنتش اتجوزت دلوقتي. ضابط المباحث لازم يكون يقظ، نشط، مخه شغال. شغال يا فندم. وانت يا حسين فيه؟ انا مش عاجبني احوال الحصريه. عشتك لو ما جيتش بدري النهارده. كنت طول عمرك بعدين بعدين. ايه؟ في ايه يا ولد؟ لا 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 مفيش حاجة بقى. أنت أتكلم في ايه؟ أصل المدام بتاعت سيادة المقدم كانت على التليفون يا فندم. وكمان مش سايباك تشوف شغلك؟ لا 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 أنا ما يعجبنيش الحال ده. ضابط المباحث عندي لازم يكون يقظ، نشط، مخه عمال. شغال يا فندم. شغال عمال أهو كل واحد. ما علينا. وأنت هتمامور؟ نعم يا فندم. أنت عندك كم واحد في السجن ده؟ ثلاثة بس يا فندم. ثلاثة؟ ثلاثة؟ اسم طويل عريض زي ده ما فيهش غير ثلاثة مساجين. طبعا ما انتوا شايفين شغلكم بعدين زي تنابلة وسايبين المجرمين على كيفهم يبرحوا في البلد. خلوهم ايه يا فندم؟ بالذمة ما انتش مكسوف من نفسك يا حضرة المأمور؟ ولا انت عريس جديد زي رئيس المباحث بتاعك؟ لا يا فندم انا طلقت من زمان. يعني فاضي؟ طب لما انت فاضي امال الحجز بتاعك مش مليان مساجين ليه؟ البيت يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. تمام يا فندم. تحت امرك يا فندم. اؤمري يا فندم. عارفه انا نفسي في ايه؟ طاجن قلقاس في الكوارع يا فندم. ولعتوش؟ غريبة أوي. أنت معلش فيه يا حبيبي. شغل التلفزيون ده تلاقي السلوك ملمسة. انا خايفة يا حسين. وانا كمان. كمان ايه؟ ايه ده يا حبيبي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ده وقته. نعم. مين؟ عاوز ايه؟
وصلتش ازاي؟ دي نازله بقالها ساعه. يمكن العربيه عطلت يا اخي. طيب لما توصل ابقى كلمني. في ايه يا حسام؟ ده مدير الاوتيل بيسال على سهر، اصلها لسه ما وصلتش. تلاقيها دايره على حل شعرها. بص بقى، انا كنت بسمعها بتكلم رجاله كتير. انا مش فاهمه ازاي تتجوز واحده شوارعيه بالشكل ده. انت لازم تطلقها يا حبيبي. يا سامي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا دوق بقى وقول لي. كمان شويه كمان شويه. حاضر. انت بالصحه والهنا. عايزك تخلص الاكل كله يا حبيبي. طب خلي انت شويه كل. شوربة جميلة قوي. تسلم ايديك. مطرح ما يسري يمري. كمان مش شايفه قدامي. مش هتبوسني؟ اديني بوسه. لا لا صنطر. اديني بوسه. طيب واحد واحد صنطر كده. استنى انا مش هنعرف نبوس بعض غير لما نصنطر. قوم وقف معاك. قوم هي العقربة اللي جابتك لحد هنا.
بلاش غير الشكل ده، يا بارده يا غلسه مش طايق سابك وجينا من عندي. وعليا النعمه العفريت زرقت اتنطط في وشي، ممكن اقطعك النهارده. ليه؟ قوم اصحى انت وهي. انا قايم رايح الشغل. اوعي اوعي. شغل؟ شغل ايه؟ روحي الاوضه. نهار اسود تنامي وتقومي على حصرتك يا سهر. يا شماتة الاعادي فيكي وحياه امي ما انا مفوتهالك. ايه لسه ما جاتش ولا باين لها اصلا؟ سكنتها في المكتب؟ مفيش حد بيرد خالص. ولا في البيت؟ ما عنديش تليفونه. وبعدين يا رجاله الجلسه قربت تبدا. افتح الباب يا سهر، انا لازم اروح المحكمه. انت يا مجنونه، الحاجات دي ما فيهاش هزار. الراجل هيحكموا عليه النهارده. يا معلم مين؟ عايزه معلم. الو يا مجنونه. يا حتشي افتحي، الراجل هيروح في داهيه. افتحي بقى يا سهر. حرارة في الخط المقاسي مر قلبي سمسم تضحك له يتبسم. حكمة المحكمة حضوريا على المتهم ثابت ابراهيم جرجاوي بالاعدام شنقر. ايوه ايه يا مريم مالك؟ ايه؟ طب اوعي تفتح الباب انا جاي على طول. يا فتحي ايه يا ابني تقتل مين يا صايع؟ صايع روح امرك. انت سينا حاليا اجعرف. اوعى يلا 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 حسام. النهارده مش يوم، مفيش بينا كلام. ايوه مين عاوز الاسم؟ قلبينك في الاسم. انا من ساعه ما قعدت على مكتبك ومفيش بلاغ جالنا لاي حاجه. يعني عفريت ازرق اللي اتصل بيا يا فتحي؟ لا تلاقي حد بس بيهزر معاك. ومين اللي هيهزر معايا في ساعه زي دي؟ ما هي دي بقى ساعه الهزار. يعني ايه؟ هو النهارده يوم مين؟ يوم سهر، كان مزاجي عالي قوي لغاية لما جالي التليفون النحس ده. خلاص تبقى بانت مريم هي اللي اتصلت. طبعا هتعملي لي نايمة. قومي يا ست هانم. حسام ايه اللي رجعك يا حبيبي؟ انت مش قلت انك هتبات عند سهر؟ هو كمان يا مريم الهزار وصل للشغل؟ زمايلي يقولوا عليا ايه دلوقتي؟ خاف منها ليه؟ انتي عارفه انا مش عاوز مشاكل، عاوز ابعدها عنك. خلاص يا حبيبي وانا بعدتها عني الليله وعنك انت كمان، خليها بقى تبات لوحدها. ما اقدرش يا حبيبتي اسيبها تبات لوحدها مهما كان مراتي. يا سلام، يعني هي مراتك وانا مش مراتك؟ يعني ما يهونش عليك تسيبها لوحدها ويهون عليك تسيبني انا لوحدي؟ يعني ايه بقى، بتحبها اكتر مني؟ يا حبيبتي صدقيني الفكرة اللي في دماغك دي غلط. خلاص صلح لي الفكرة. الله الله الله، كنت عارفة ان التليفون ده اوانت عشان تيجي تبات في حضنها. احلف لك بايه، انا ماليش دخل بالموضوع ده. انت ايه اللي جابك هنا؟ واحد مش عايزك مش طايقك سابك وجالي انا. يا غلسة
خلي عندك شوية كرامة. كرامة؟ ما كان نايم في حضن مراته وحبيبته وجيتي لطشطيه، اللي اختشوا ماتوا يا اختي. يا ناس بطلوا بقى اللي بتعملوه ده وخلينا نخلص من وجع القلب. يلا حبيبي، قدامي يا بابا، بيتك بيتك يا حبيبي. عن إذنك يا مريم. عن إذنك يا مريم، خليك يا أخوي، خليك، مش وراك زي الدلدول. اقلع 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 سمم الاول بعدين نبقى نقلع. بقول لك ايه؟ ما تعفرتنيش، انا العفريت تزق بتتنطط في وشي. اقلع. وايه البوت اللي انت لابسها دي؟ مزاجي بقى انام بالبوت. مفيش مزاج. يما القمر على الباب نور اناديله، يما ارد الباب ولا انا اديله، انا اديله اما يما. ايوه اما يما. ايوه أمه أيوه أيوه. أيوه أيوه يا فندم. يا فندم إحنا بنحاول نتصل بيه في البيت، ما حدش بيرد. خلاص يا فندم أنا هروح له بنفسي. ايوه فتحي، انت فين يا اخي؟ دوختنا، عمالين نتصل بيك من الصبح محدش بيرد. انا كنت بره اصلي. في ايه؟ الباشا مدير الامن قالب عليك الدنيا وعايزك دلوقتي حالا. دلوقتي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي دلوقتي، يظهر في حاجات جديده حصلت. طب روح انت انا هحصلك. بس ما تتاخرش. سمعت كل حاجه ومفيش نزول الليله دي. قاتل يا مقتول. الباشا مدير الامن عاوزني. الباشا مش عايزك يا حبيبي، ده ملعوب من العقربه اللي اسمها مريم. يعني انت ما سمعتيش فتحي وهو بيقول؟ كله اوانطه، متفقين مع بعض زي ما لعبوا التليفون، عايزه تبيتني بحسرتي اللي لازم ده بعدها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك، لو نزلت من هنا مش هتنزل على رجلك، هتنزل على ظهرك. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، مش فاضيين. يعني ايه رحت وبلغته؟ امال ما جاش معاك ليه يا حضره الضابط؟ يا فندم هو قال لي انه جاي ورايا في السكه. اصل يا فندم كان في وضع مش ظريف. معناها ايه كان في وضع مش ظريف؟ يا سعاده الباشا، واحد وفي بيته في ساعه زي دي هيبقى بيعمل ايه يا باشا؟ وعلى العموم هو زمانه جاي في السكه. هو ساكن فين؟ ساكن في جليمه باشا وفي الابراهيميه. يعني ايه مش فاهم؟ حدد. ساكن في الاثنين يا باشا، عنده بيتين. ليه؟ هو غني للدرجه دي؟ لا يا باشا مش غني ولا حاجه. هو سعادتك عنده بيت ومراته الثانيه عندها بيت. ليه؟ متجوز اثنين؟ ايوه يا باشا، متجوز اثنين. والليله دي بقى ليله مراته الثانيه. ده ليلته سودة، وده هيشوف شغله ازاي ده. خد قوة معاك وروحوا هاتوه زي ما تلاقوه بسرعة. تاني يا فتحي، عايز ايه يا فتحي؟ ما قلت لك جاي. المرة دي بقى اخويا غصب عني جاية من فوق. مدير الامن عايزك زي ما انت كده. لا ما انا داير حال. لا مفيش لبس، خدوه. مش يعني ايه يا فتحي؟ هو كده. يعني ايه يا فتحي اللي بتقوله ده؟ عايزك كده. فتحي! يلا انا مش هنسى كده يا فندم. تمام يا فندم. ايه ده؟ انت ازاي يا فندم تدخل عليا مكتبي بالمنظر ده؟ انا يا فندم قلت لهم البس حاجه، قالوا سيادتك امرت يجيبوني زي ما انا. لانك ضابط مستهتر ما بتحترمش الاوامر.
انت مش رحت له يا فتحي؟ ايوه يا فندم رحت له، بس الظاهر ساعتها كانت عنده ظروف تمنعه انه يجي. ظروف؟ ظروف ايه اللي تمنعه عن شغله؟ كلنا عندنا ظروف، لكن الشغل شغل. انا اسف يا فندم. انا المره دي هكتفي بايقافك عن العمل وتحويلك للتحقيق. الجاي لي بالملايه قال. افتح الملايه دي. اهو ده اخر هزار النسوان والمسخره. اخرتها انا توقف شهر عن العمل. ايه عايزين تضيعوا مستقبلي؟ مش بعيد ابدا النشر اللي جايه، طلعوني معاش. طب وانا مالي؟ هي السبب. لا انت السبب. بس! من كتم انت وهي. ومن هنا ورايح كل واحده تلزم حدودها، كفايه بقى. واذا كان مش عاجبكم اتفضلوا. يلا عشان استريح. هتطلقوا انتوا الاثنين، سامعين؟ مريم، مريم مالك حبيبتي؟ مريم حبك بورت منك لها، انا عارفه الشغل ده ايه، ده سهواكه. طب روحي اطلبي لها دكتور بسرعه. دكتور لما يلهفها. عندها ايه يا دكتور؟ خير ان شاء الله، يظهر المدام حامل. مبروك حبيبتي. مبروك علينا احنا الاثنين يا حبيبي. خير يا دكتور. مدام سهر انا مش عارف اقول لك ايه. لا قول قول ولا يهمك. في الواقع كل شيء بإرادة ربنا. يعني ايه؟ يعني بعد الفحص والتحاليل والارترا ساوند اللي احنا عملناها للاسف الحمل هيكون شيء مستحيل. ده ما بقاش في اي حاجه مستحيل دلوقتي في الحمل. في الحقيقه انت الرحم بتاعك من النوع الطفيلي، وده نوع من الارحام مستحيل ان يحدث الحمل فيه. يعني عمري ما هخلف؟ للاسف ايوه. طب اعمل طفل انابيب؟ ده برضه هيبقى صعب جدا. عمري ما هبقى
الحمد لله. انتي تعرفيني اكتر من نفسك. انتي مين؟ شفتي قد ايه سهل الواحد ممكن يروح من الدنيا ويرجع لها تاني. حصل ايه؟ فين؟ عملت حادثة؟ ما تتكلميش كتير يا حبيبتي، انت تعبانة. انا عملت حادثة. الحمد لله جت سليمة. ايه عاملة ايه؟ لا لا الحمد لله بقينا احسن من الاول بكتير. انت كتب لك عمر جديد. تقدري بقى يا مدام مريم تروحي تستريحي لك شوية، دي كانت قلقانة عليكي خالص، واضح انها بتعزك. على اذنكم يلا. بعد ده دي اختي واكتر من اختي. انا مش عايزاكي تزعلي مني يا سهر. يعني انت مش زعلانه مني يا مريم؟ تعرفي ان الدنيا دي كلها ما تستاهلش اللي كنا بنعمله في بعض. انا كنت هاضيه في ثانيه. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده. كنت هتزعلي عليا؟ انا كنت مستعده افديكي بعمري. انا كنت هتجنن لما حسام كلمني وقال لي انك عملتي حادثه. ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. فاكره يا مريم؟ فاكره لما كنا عايشين مع بعض قبل ما نتجوز؟ كنا اسعد اتنين، ما كناش بنبطل ضحك على اي حاجه حتى على نفسنا. ايوه فاكره، كانت اجمل ايام في حياتي. فاكره لما كنت بقول لك يا ريت نتجوز ونعيش مع بعض؟ بس انتي طبعا ما كنتيش تقصدي اننا احنا الاثنين ممكن نتجوز نفس الشخص. ولا كنت اتصور ان احنا ممكن نبقى ضراير في يوم من الايام. ليه يا سهر عملنا كده؟ ليه يا مريم عملنا كده؟ صداقتنا كانت جميلة وايامنا كانت حلوة. صداقتنا كانت جميلة وايامنا كانت حلوة. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بيها شكرا. ايه الكلام؟ على مالك على مالك على مالك على مالك. ازيك يا حبيبتي النهارده؟ الحمد لله. على فكره الدكتور قال لي انك ممكن تخرجي بكره. حسام؟ نعم. عايز اتكلم معاك. خير يا حبيبتي؟ الحياة اللي احنا عايشينها دي غلط. غلط؟ ايوه. الحادثة اللي حصلت لي فوقتني، خلتني اتأكد ان احنا التلاتة مش ممكن نعيش مع بعض. احنا في ايه ولا في ايه؟ ده وقت كلام زي ده برضه؟ لا يا حسام، الحمد لله ان مريم مش معانا. لازم اتكلم معاك، لازم اخرج من المستشفى وبالي مستريح. انا مش فاهم انت عاوزه ايه؟ لازم تعيش مع واحده بس. يعني ايه؟ زي ما بقول مش موافق. ليه مش موافق؟ لاني ما اقدرش استغنى عنك. انا لما عرفتكم عرفتكم مع بعض، حبيتكم انتوا الاثنين.
انا ما اقدرش اتصور حياتي من غير واحده فيكم. محدش يقدر يحب اتنين، ده غلط، وانا مش عايزه اكمل حياتي واعيش في الغلط. لكن مريم صاحبتك انت ما شفتيهاش كانت زعلانه عليكي قد ايه؟ صدقيني بتحبك قوي. انا كمان بحبها قوي، عشان كده لازم واحده فينا تضحي عشان خاطر التانيه. هي قبل كده ضحت عشاني، جت دور عليا عشان اضحي عشان خاطرها. انت لازم تطلقني. اشمعنى اطلقك انت؟ عشان مريم محتاجه لك اكتر مني، اللي في بطنها محتاج لاب. لكن انا عمري ما هفعل. بعدين انا اقدر استحمل اعيش لوحدي. عايزة أقول لك على حاجة، صدقني عمري في حياتي ما حبيت حد قدك أنت ومريم. سعادتكم هي سعادتي، بس كنت بتحب. طلقني. حسام. نعم يا حبيبتي. أنت متضايق إنك طلقت سهر؟ لا يا حبيبتي، تصبح على خير. أمال مش عارف تنام ليه؟ هنام. بقولك إيه؟ ما تيجي كده نروح نقضي كام يوم في أي حتة، إحنا ما عملناش شهر عسل. هنعمل شهر عسل وأنت حامل؟ طب وماله؟ أو نبتدي من جديد، يمكن نعوض الأيام اللي فاتت. هنروح فين؟ اي حته حبيبي نكون فيها لوحدين. ما احنا خلاص بقينا لوحدنا. ايه يا حسام، عمال انادي عليك ما بتردش ليه؟ في حاجه حبيبتي؟ مالك يا حسام؟ كنت سرحان شويه. فرحان في ايه بقى؟ ولا حاجة. طبعا انا جهزت لك الاكل، مش هتاكل؟ لا ماليش نفس دلوقتي. انا كمان ماليش نفس، مش عارفة ليه انا زهقت. ما تيجي نرجع البيت، انا اصلي عندي قضية مهمة. انا كمان عندي شغل، جهزي نفسك عشان نرجع على طول. ايه يا حسام انت خارج؟ اه حبيبتي عندي شغل. شغلي؟ انت مش خلصت شغل النهارده؟ وانا شغلي ليه مواعيد. سلام عليكم. وعليكم. الو. ايوه يا علي، سهر عندك؟ طيب لما تخلص النمره بتاعتها قولي لها انا جايلها في السكه. يلا باي. عايز تقول ايه يا حسام؟ انا سامعاك. من يوم ما سيبنا بعض وانا مش عارف اعيش، حياتي ما بقالهاش طعم، فاضيه. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انت عارفه كويس الموضوع ده انتهى خلاص، كل حاجه راحت لحالها، مفيش داعي نفتحه تاني. انا مستعد انفذ اي طلبات. ملياش غير طلب واحد، نرجع أصدقاء زي ما كنا. ما عنديش استعداد أخسر صاحبتي تاني. أنا فكرت في حل ممكن يريحك. إحنا نتجوز تاني من غير مريم ما تعرف. تفتكر النهاردة بوضع زي ده؟ بقى بعد ما كنت مراتك قدام الناس وقدام صاحبتي، عايزني أبقى مراتك في السر؟ عشان إيه ده كله؟ إذا كنت أنا رفضت جوازك. خلاص، إذا كان الجواز مضايقك خلينا مع بعض كده من غير جواز. يعني ايه؟ يعني تفضل علاقتنا وبلاش الجواز. يعني ترافقني مش كده؟ سهر،
أنا حاولت كتير بس ما قدرتش. صدقيني مش قادر أستغنى عنك، محتاج لك بأي شكل من الأشكال. لا أنت مش محتاج لي، أنت عايز تنام معايا بس. أنا مجرد جسم جميل هتاخد مزاجك منه وخلاص. أرجوكي ما تفهمنيش غلط. لا لا لا، ده أنا فاهمك كويس جدا، بس للأسف فهمتك متأخر. للدرجات دي كنت رخيصة في نظرك؟ ما تتكلمش تاني معايا في الموضوع ده أبدا. دلوقتي ليه يا حبيبتي؟ كنت قلقانة عليك. قلقانة على ايه؟ سألت عليك في الاسم، قالوا لي انك ما رحتش. كنت في مأمورية وبعد كده رحت اجتماع في مديرية الأمن. انت كذاب يا حسين. ايه اللي بتقوليه ده؟ وغشاش كمان. انا ما اسمحلكيش. الليلة دي بس فهمت حقيقتك. مش فاهم حاجة. بس أنا فاهمة كل حاجة. أنت كنت عند سهر بتعمل إيه؟ أنا ما روحتش لسهر، وبطلي غيرة بقى، أهي سابت لك كل حاجة. للأسف سهر ما سابتليش حاجة تستاهل. ما سابتليش غير زوج أناني، ما عندوش قيم ولا أخلاق. كل اللي يهمه إنه يرضي نفسه بأي وضع وبأي طريقة. وعشان ترتاح بقى وتبطل كذب، أنا سمعت كل كلمة بينك وبين سهر. سمعت إزاي؟ هي قالت لك؟ سهر ما تعملش كده لأنها مش حقيرة. أنا كنت رايحة لها وشفتك عندها، وسمعت كل كلمة بينك وبينها. أنت أصلك مش فاهمة حاجة. أنا سهر صعبان عليا. أنت اللي صعبان عليا. حسام، زي ما طلقت سهر لازم تطلقني. انت نسيتي اللي في بطنك؟ لا مش ناسيه، ولا هقدر كمان انسى حبي ليك. لكن انا نيتك ضيعت علينا حاجات حلوه كتير. افتكرت انك شهريار لما لقيتني بتخانق عليك انا وسهر، ورديت غرورك على حسب مشاعرنا، وضيعت صداقة العمر اللي بيني وبينها. احنا الاتنين افتكرنا ان احتياجنا الراجل